من تحضرون الموت. للميت علامات، ركز معي عشان لما تحضر واحد ميت تعرف لو بيموت تقوم تبشره بالخير بدل ما تعمل مثل هذا الرجل اللي هحكي عنه دلوقتي. تلقين الميت فقه عند احتضار الموتى، لقينوا موتاكم لا اله الا الله، وليس على المقابر، هو بحاجه الى التلقين في هذا الوقت. علامات الاحتضار عند الميت ان يصفر وجهه، يذهب الدم، الدم يذهب من الوجه، وان يرتخي صدغاه، انزلوا، وان يجحظ عيناه اللي عندي تتسع، وان يتسع جبينه وان كان مؤمنا يعرق، وان ترتخي اليدان والقدمان، وان تسفل البطن، البطن تهدأ، وان تظهر ضلوعه، الى غير ذلك من العلامات. هذا يكون الانسان ده بيحتضر، او ان يتكلم بسرعه بكلام غير هو، او ياخذ نفسا بشده مع حركه اللسان وتحرك الشفتان، الشفه بترتعش والنفس طالع ويخرج بسرعه واللسان بيتلألأ داخل الفم. هذا من علامات الاحتضار. او ان تتقلص الشفتان، الشفه تنزل لتحت وتتضخم وده تطلع لفوق اسمه تقلص شفتان الى اخره. نسال الله ان ييسر على السنتنا نطق الشهاده عند الموت. بعض الناس يحضر الموت، انا اعلم هذه القصه، رجل جاب شيشه حوالين الميت والميت بيحتضر، تلفزيون شغال على الاغاني والرقص، وعمال يقول له قوم يا عم الحاج، قوم يا عم فلان، فاكر لما كنا صارين فلان، قوم يا عم شد لك حجرين، خد لك نفسين، وريب يموت، يذكره بمعاصيه عند موته ليقابل الله وهو كاره للقاء الله، فيكره الله لقاءه. ولذلك من أحبه الله هيأ له الصالحين عند احتضاره، هيأ له الصالحين. ولذلك إذا كنت تحب ميتك ادعو أهل العلم أهل الصلاح أن يحضروا ميتك إن أمكنهم ذلك، فيلقنوه ويدعو له، فإن الملائكة تؤمن على دعاء من يدعو عند الميت. يبقى من الهدي أن تحضر الميت وتبشره برحمة الله ورضوانه، أبشر أنت قادم على رب كريم، رب غفور يغفر الذنب، يجازي على الحسنة بأضعافها، وأنت تموت على التوحيد، كنت تصلي معنا، كنت تصوم رمضان، أحسن ظنك بالله. لحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ثم تقول له قل لا إله إلا الله. بعض الدعاء يقول لك لا تقل قل، هذا كلام خطأ، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قل، قال لعمه عند احتضاره قل يا عم لا إله إلا الله. فلا بأس أن تقول للميت قل، فإن قالها أو تحركت بها شفتيه فلا تعيدها إلا إذا دخل في كلام آخر. يعني لو قلت له قل لا إله إلا الله وقال وسكت خلاص حتى لا ينشق. طيب تكلم بكلام بعدها تقول له تاني قل لا إله إلا الله حتى تكون آخر ما ينطق. هذا حق الميت. فإن مات الميت ماذا يجب عليك إذا مات؟ أول شيء أن تغير ملابسه التي مات فيها، تخلعوا الملابس، جسمه لسه دافي، سواء كانت امرأة أو رجل، المرأة تخلع المرأة والرجل يخلع الرجل، تخلعه ملابسه، تنزع عنه ملابسه، ثم تلبسه ثوبا واسعا ليس تحته شيء ليكون أسهل على المغسل إذ نزعه، أو أن تلفه في ملاية فتكون أسهل في فرده، لأن بندخل على أموات يصعب علينا حل الملابس فبنضطر نقصها، وبنرى احتضار فيها أحيانا في بعض الموتى يتقيأ أعزكم الله، أحيانا يخرج دم وصديد، فليه تفضح أباك بين الناس أو تضطر أن تفضح أمك بين الناس؟ نظف حتى ولو غسلته لتذهب عنه عرق الموت فيكون طيبا، وده من برك بأبيك وأمك وميتك، ومن الستر، مبالغة في الستر عليه، وإن كان يأتي بدم هات قطنة من عند الفم حط فيها كافور سائل ومسح الفم بها أو ضعها على الفم، الكافور يكتم الدم.
وكذلك في الأنف، كذلك في الأذن، كذلك على العين. يبقى ده أول مرحلة تعملها مع ميتك قبل ميت المغسل، وبعدين أن تضع على بطنه ثقب، ثقل، صابونة، علبة مناديل. واحد كنت بقول في درس ثقل، تاني مرة لقيته بقول أنا جبت ربع كيلو حديد يا عم الشيخ اللي هو بيوزنه وحطيته على بطنه. الله يسامحك، ده أنت هتفجر بطنه. الميت لا أعصاب له ويشعر بما يشعر به الحي. ثقل يكفي لو في ثقل الهاتف، ليه؟ حتى يخرج الأرياح التي في بطنه فيكون سهل الأيام. أيضا تتفقد والدك أو ميتك، هل أخرج بولا أو غائطا؟ فلو أخرج غسل له قبل أن يأتي المغسل. الله يخلنا، أنا بقول لكم على شيء، دخلنا على أموات نسأل الله الستر والعافية من جهل أبنائهم وجهل ذويهم، رأينا ما تقذر النفس من النظر إليه أو أن تجده، وده من فضيحة الميت، نسأل الله أن يسترنا. لذلك ينبغي عليك أن تكتب في وصيتك من يحضر تلقينك ومن يهيئك قبل تغسيلك، تكتب في وصيتك ومن يغسلك ومن يصلي عليك ومن يقوم بلحدك ودفنك، دي اللي هينفعوك، اختارهم بعناية. بل وتكتم من يشهدون جنازتك. يعني أنا رأيت بعض الناس كاتب اسم 40 عالم بتليفوناتهم ومن الناس الصالحين، أنه لو مات يتصل عليهم فرضا فرضا ويحضرهم. ليه؟ عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم يموت فيصلي عليه 40 نفسا لا يشركون بالله شيئا إلا قبل الله شفاعتهم فيه. ومن أفضل من أهل العلم يصلوا عليه ويحضروا جنازته ويدعون له؟ أولا يعرفون دعاء السنة. وإن من المبشرات أن يغسل الرجل على السنة ويصلى عليه على السنة ويدفن على السنة، هذه من مبشرات الميت. يبقى يضع ثقل، علبة مناديل، صابونة على البطن، ثم يلين أعضاء الميت كل ساعة إن غاب حتى يدفن. يعني هيبت طول الليل، هيدفن الظهر، كل ساعة يلين مفاصل الميت. كيفية تليين مفاصل الميت؟ أن يأتي على يديه فيحركها يمنة ويسر، وأصابعه فيثنيها إثنيها ويفردها، يقبضها ويبسطها هكذا برفق، ويأتي على الأصابع فيفتحها برفق حتى تلين. ثم يأتي على الذراعين، بأول حاجة اليد، اليد فيها كم عمل أهو. خلي بالك ان الاعصاب كلها مفككه، ممكن تكسر ايده، بالراحه برفق واحد حتى لا تتصلب، تمسك الاصابع حتى لو هي جامده واحده واحده حتى تلين تستدفئ، لان الدم قريب فيها سياتي. خلاص بعدين تفرد الاصابع، خلصت الايد تمسك الذراعين، تثني الذراع تفرده، الكتف تفرد كده، مش ترفعه لي كده تكسر للميت، بالراحه تأخذ. ليه؟ حتى يكون هذا العضد يتحرك بسهولة مع المغسل. وهكذا في الرجل، تمسك قدم الرجل واحدة واحدة، الأصابع، الساق، الركبة، تتني الرجل كده برفق كأنه تاني رجله، القدم تبقى في الفخذ، ثم تبسطها تفردها وهكذا. كل ساعة تروح للميت، مش تقوم مغطيه وخايف العفريت بتاعه يطلع، انت اللي عفريت. الكلام ده كله كلام فارغ، ده رجل نائم، النائم ميت وانت نائم، ما انت ميت الا ان روحك متصلة ببدنك، روحك متصلة ببدنك اثناء نومك، فلذلك الجسم دافئ. اما الميت ففارقت روحه البدن، لكن هو كنائم. فدخلت على ميت وغسله ومتصلب، بقول للولد يا ابني ما لينتش ابوك ليه؟ قال لي خفت مولانا عفريته تطلع لي. يا ابني عفريتت مني يا ابني؟ نجي نغسل الراجل، والله يا إخوتاه كأنه لوح ثلج يريد أن ينكسر. هذا يعسر الغسل. في الحالة دي بتعمل إيه؟ تسكب عليه الماء وخلصت. أنا دخلت على ميت لقيته عمل كده، تخيل واحد أغسله كده، طب أقتلي دراعاته إزاي؟ طب أحطها جنبه إزاي؟ كده هو بالضبط ينفع؟ لا أنت عارف تحرك صابع ولا ليه؟ الراجل مات ثم بقيت يديه كده، لو قطر يفرد يد أبيه. دخلت على ميت لقيت بقه مفتوح، لا
لا ينتهي الأعصاب. نسيت أنا شيء قبل، إنك تغمض العين وتأتي وتغلق الأنف، الفم، تغلق الفم إزاي؟ تضع يدك على أعلى رأسه ويدي تحت ذقنه برفق، وبعدين تجيب شال وتربط هذا الجزء برفق، مش تقوم شال الرباط عليه، لا برفق، فيغلق فمه وتغلق عيناه. مش هلاقي راح الاقي ابوك عينه مفتوحه وبقه مفتوح، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ومليت منهم رعبا. خلاص اغسل ده ازاي؟ تمام. ثم تاتي لابيك بمغسل يغسله على السنه. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم الاسراع بتجهيز الميت الى الله وتطهيره وتنظيفه وتكفينه في ثياب البياض. الآن احنا لا نستطيع ان نسرع بتجهيز الميت، ليه؟ لأننا عندنا غيبوبات السكر والكبد، ممكن يكون الميت في غيبوبة وميتة، عندنا كم حالة دفنت وهي حية بنعرفها بعد الدفن، بتلاقي الميت قاعد في القبر، دي موتة صعبة. وانا اظن ان هم حكوا ان في ممثل صلاح قبيل حد اسمعه مثل هذا، ولقوا جالس وفي كسر في الركبة انه ضرب الباب بشده، بس مين يسمعه؟ لابد ان تتاكد من وفاه ميتك تاكدا صحيح، لا سيما ان كان مريض سكر او غيبوبه كبد. غيبوبه سكر وغيبوبه كبد ده بالذات لازم تتاكد انه ميت، لان الغيبوبه لما تيجي لمريض سكر او مريض كبد تفقده النفس، فبيكون اشبه بالميت. فتح طب الحمد لله انه اعصابه هديت لغايه ما انفتحوها. ده كويس انه يعني وصل للطريقه دي حج عمر. ان شاء الله. شفت الناس مات واندفن تاني يوم راح الشغل. شفت؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا. وكان من هديه تغطية وجه الميت وبدنه وتغميض عينيه، وكان ربما يقبل الميت بين عينيه، وكان يأمر بغسل الميت ثلاثا أو خمسا أو أكثر بحسب ما يراه الغاسل، ويأمر بالكافور في الغسلة الأخيرة. هل تغسل المرأة زوجها؟ نعم. وتغسل الزوج الرجل ويغسل الرجل زوجته، لكن لا يغسل أمة. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد السيدة عائشة تقول ورأسا، قال ما ضرك يا عائش؟ إن أنت مت أن أغسلك وأكفنك وأصلي عليك. قالت إذن تعرس بعد؟ تعب استنى أنا أموت عشان تجيب واحدة بعد مني. كانت غيورة. هذا بالنسبة لجواز تغسيل الرجل لمراته. أما بالنسبة لجواز تغسيل الزوجة زوجها، فقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها بعد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو الأيام ترجع بي تاني ما غسل رسول الله إلا نساءه، لأن اللي غسل النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ علي والفضل بن العباس وأسامة بن زيد. غسلت أبو بكر. أنت لازم تحط الطشة يا شيخ أحمد، أنا مستنيك من أول الدرس، مستني الطشة بتاعك والحمد لله وجه. فهذا يجوز، لكن غير الزوج والزوجة لا يجوز للرجل أن يغسل حتى ابنته إلا إذا لم تبلغ الحلم، يعني إذا كانت البنت صغيرة لم تبلغ الحلم، يعني لم يظهر لها ثدي ولم يجري عليها الحيض، في الحالة دي يجوز لأبيها أن يغسلها. والرجل والمرأة يجوز أن تغسل ولدها إذا لم يبلغ الحلم، كأن احتلم أو اخضر شاربه، هنا في الحالة دي يجوز لها أن تغسله إذا كان صبيا صغيرا. والدليل أن أم سليم غسلت ولدا لها وكفنته وصلت عليه قبل مجيء أبي طلحة. نكتفي بهذا القدر. الدرس القادم الشيخ عاطف بيقترح أن احنا نعمل درس غسل وتكفين، وإن شاء الله المتبرع بأن يغسل أخونا عبد رب النبي. خلاص مش راجع، طلعت على الفضائيات. لا لا لا، عبد رب النبي الخولي تبرع أن يغسل إن شاء الله المرة القادمة ليتعلم الناس.
أسأل الله أن يغفرنا ولكم وأن يسرنا وإياكم. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.